السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نكمل مع بعض آخر مثال، اللي هو كان 30 مليمتر في 20 مليمتر. أنا عندي الصورة 30 في 20، تمام. عايز أعرف الصورة دي والريزولوشن بتاعها 80، فعايز أعرف الصورة دي تقدر تشيل كام بيكسل، تمام، أو ممكن يكون فيها كام بيكسل هنا في الطول والعرض دوت، تمام. فهنا إيه، 30 مليمتر أنا حولتهم لسنتيمتر، تمام، والعشرين كذلك، فهم بقى 3 سنتيمتر في 2 سنتيمتر. إذا إحنا كنا قلنا إن الواحد إنش آسف بيساوي 2 على 10^54 سنتيمتر، تمام. طيب لو أنا عايز أشتغل بقى بالمليمتر وما حولش لسنتيمتر، فالواحد إنش بيساوي 25.4، تمام، 25.4 مليمتر. يعني الواحد إنش، تمام، الواحد إنش، الواحد، تمام، الواحد إنش بيساوي كام؟ 2.54 سنتيمتر. لكن الواحد إنش في المليمتر بيساوي كام؟ 1 إنش بيساوي كام؟ 25.4 مليمتر. ده لو حضرتك عايز تمشي بالمليمتر وما تحولش يعني، تمام. طيب بعد ما حولت، تمام، هنا انا عندي الريزولوشن 80، ف80 على 2.54 هيساوي كام؟ 31.496، تمام. و اذا 3 سنتيمتر والاتنين سنتيمتر فيهم كام بقى؟ فيهم كام بيكسل؟ هنا احنا قلنا ايه، ان البيكسل هي وحدة القياس هنا، تمام. طيب 3 سنتيمتر بس هنا مش سكوير، ناخد بالنا ان ده ريكتانجل، تمام. 3 سنتيمتر هيساوي كام؟ الرقم دوت اللي احنا لسه مطلعينه فيه 3 هيساوي 94، وكذلك الـ2 سنتيمتر. إذا الناتج النهائي بكام؟ 94 في 63 بكسل، اللي هو كام بقى؟ اللي هما هيطلعوا 5922. 5922 دول لما جيت ضربت البكسلز في بعضها، ده كده أصلا هيدينا حجم السايز، حجم الصورة، تمام. يعني هو هنا بيقول لك ايه كمان في الكتاب، بيقول لك ايه، ان انت دلوقتي 128 في 128 زي ما قلنا بكام؟ 16284. قال لك طب افرض اصلا الشاشه اللي انت بتعرض عليها الصوره بتسبورت 256 لون، معنى كده ان كل بيكسل بكام؟ 8 بت، من 0 لحد 255، يعني 2 اس 8 بكام؟ ب 256. فكل بيكسل بيسبورت 8 بت، اللي هو 1 بايت، صح؟ مش احنا عارفين ان 1 بايت بتساوي 8 بت؟ تمام جدا. اذا ساعتها بقى هيساوي ايه؟ ساعتها الرقم ده هيساوي ايه؟ ها، هيساوي كام؟ 16000 او 16 كيلو بايت، تمام، 16 كيلو بايت. هو بدل البكسل خلاه بايت، يعني هو نفس الرقم عادي بس بدل، يعني ايه، بدل ما هو كان 16384 بكسل، لا بقى 16000 بايت او 16 كيلو بايت. يعني بدل 1000 ده عبر عنها بكيلو والكلام ده. طب والارقام اللي هو 384 كده مش هتفرق قوي عشان ده 16000، يعني بالنسبه للرقم زي ده فمش حاجه يعني، تمام. فناخد بالنا من حاجه زي كده، ان ممكن تيجي في الامتحان، تمام، يقول لك يديك ال 45 ملم سكوير مثلا، يديك الريزولوشن وكده، ويقول لك في الاخر مثلا هيساوي كام بيكسل سكوير، او هيساوي كام بايت مثلا، او كام كيلو بايت. ناخد بالنا من حاجه زي كده مهمه جدا، تمام. طيب دوت البكسل دايمنشن ده اللي احنا كنا بنجيبه، هو مديك الدوكمنت سايز اللي هو مديك الطول والعرض والريزوليوشن، فانت عايز تجيب اللي فوق دوت عشان تعرف انت ايه حجم الصوره كام مثلا، او عايز تجيبه عشان تعرف انت عندك كام بكسل في الطول وفي العرض. كمان حاجه عايز اوريها لكم، اللي هي ايه دي برضو اللي انا كنت اقصد عليها، دي اللي انا كنت اقصدها، كام بكسل في الطول وكام بكسل في العرض، تمام. انا عندي 24 بكسل دوت في الطول و24 بكسل ايه في العرض، وهكذا كل دوت، تمام. ده كل امثله، دي كل دي امثله على البيكسل والكلام دوت. وكده احنا عرفنا اول فرق، اللي هو ازاي بنخزن ايه البيت ماب والفيكتور على الديسبلاي، تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.